8 كتب. بقت ليله الامتحان الفيزياء 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 اللي جايه صعبه جدا. احنا في كوكب الارض والامتحان جاي مختلف خالص من كوكب تاني. يرضي مين ده يا ناس؟ يرضي مين ده يا ناس؟ بنتي النهارده خارجه حرفيا من اللجنه منهاره، منهاره بمعنى الكلمه. حر ومواصلات وسناتر وقطع كهربا بالثلاث ساعات، وفي الاخر يجي الامتحان صعب جدا جدا جدا. انا ما بقتش عارفه اطبطب على بنتي ولا اطبطب على البنات اللي خارجه. حرفيا المدرسه كامل خارجه بتعيط. انا بنتي انهارت، ومش بنتي انا بس، البنات كلها. ده غير المحاضره الاونلاين اللي بتذاكرها من 10 ساعات ل 12 ساعه، من 10 ساعات ل 12 ساعه. غللت الامتحان، البنت حرفيا 3 ايام ما نامتش، من يوم الثلاث ليوم السبت ما نامتش، حرفيا ما نامتش، وفي الاخر تيجي متدمره نفسيا. بصوا الكتاب قد ايه، بصوا الكتاب الفيزياء قد ايه. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، 5، 6، 7، 8، 8 كتب. انا عايزه افهم ليه امتحان الفيزياء كل سنه يجي صعب، ومع ذلك احنا كمان في قطع الكهرباء بالثلاث ساعات. ثلاث ساعات احنا اللي متضررين، مش اي حد تاني. انا بتكلم بناء عن بنتي في ثانويه عامه، ودلوقتي بيقطع كل يوم الكهرباء ثلاث ساعات. بنتي فيهم حرفيا بتقعد ما بتقدرش تعمل اي حاجه. هصور لكم الفيديو دلوقتي بعد ما الكهرباء جت وحالتها النفسيه زي الزفت. كل ده بنتي كانت مذاكراه قبل الامتحان، والعيال كلها خارجه من اللجنه حرفيا 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 منهاره. وانا كمان يعني انا كنت ماسكه نفسي بالعافيه، بس انا من جوايا منهاره، زعلانه على بنتي، زعلانه على عدم نومها، على تشتتها، على الرهبه اللي شافتها من الامتحانات. يا جماعه يرضي مين ده؟ وفي الاخر متفاجئ ان في 6 اخطاء في امتحان الفيزياء. حرام 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 ما يجي على تعب اعصابهم وعدم نومهم وتفكيرهم وتشتتهم، وكمان يقعدوا في اللجنه يتفاجئوا بالامتحان صعب جدا جدا جدا. المدرسين لغايه دلوقتي مختلفين على الاجابات. حضرتك اللي بتحط الامتحان حاطط الامتحان فيه 6 اخطاء، 6 من درجات بنتي. انا مش هقول حاجه، انا مش هقول غير ان احنا لينا ربنا. كل الناس اللي ولادها في ثانويه عامه واللي مش في ثانويه عامه، يا ريت تعملوا هاشتاج كبير جدا على الامتحان الفيزياء بتاع النهارده. ممكن نقدر نعمل حاجه. كل الناس يا جماعه، بالله عليكم بالله عليكم، استحلفكم بالله، استحلفكم باغلى حاجه عندكم، ان انتوا تعملوا الهاشتاج ده، وان انتوا توصلوا الفيديو ده لعدد كبير عشان يتشاف. لاني انا كأم انا زعلانه جدا 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 على بنتي ومنهاره، اني بعد كل التعب ده بنتي تيجي تعبانه نفسيا، ولسه الامتحانات اللي جايه. ربنا يستر.